السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ معكم طاهر جيم كراك، وين رجعناكم بشرح جديد لعبة ستار بوند. ستار بوند اللعبة بيتا لسه، اللعبة ما نزلت. اللعبة شبيهة جدا بتيراريا، اللي يعرف لعبة تيراريا اللي صمم اللعبة صمم هذه اللعبة برضو. حجم اللعبة مو مرة عالي، يبغى لها مو مواصفات عالية، يعني وسط مواصفات جهازك، وصفة جهازك وسط ان شاء الله تشتغل عندك. فيعني تم تخلي بالي. اوكي، لا هذه هي اللعبة ستار بوند، حجمها 758 ميجا بايت. بعد ما خلص تحميل يجيك ملف المرار ده، ما في المنرار ده تستخرجه، تسوي له استخراج يطلع لك. اوكي، هذا هو الملف، اسحب للخارج، هذا هو انا استخرجته عشان ما يطول او ياخذ وقت الفيديو، او الفيديو يكون قصير. فاللي عليك شوف هذا، بس اوكي، هذا الموضوع. اللي عليك انه تروح على وين 32، وهذه اللعبة، لا هذا الرمز. هذه اللعبة شغالة 100%، قد جربتها الآن أو قبل شوي، لأنه ما يبغى لها سيت أب ولا ما يبغى لها شيء، فأكيد بجربها. فا أوكي، هذه اللعبة. ما تنسى اللايك والاشتراك، تابعني على تويتر، معكم طه جيم كراك. أقابلكم في فيديوهات ثانية إن شاء الله. إن شاء الله الشرح يكون واضح، ويعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.